شيء جواته اصفر وبراته ابيض. فاكهه يعني اللهم صل على محمد. طبخه مفضله هيك بتحبها هيك بشهر رمضان؟ فريكه ولبنيه. حزور على الماشي اسم برنامجنا الجديد اللي راح نجول فيه المناطق المحرره، واليوم من مدينه معارض مصرين جايينكم باسئله جديده واجوبه مفيده، فخليكم معنا وتابعونا على منصتنا المبدعون السوريون، لا تنسوا حطوا لنا تعليقاتكم. نحضرك عمي. خاشي خلي. يا اهلا وسهلا. عمي عندنا برنامج اسمه حزوره على الماشي. نعم. بتشارك معنا؟ تفضل. يا اهلا وسهلا. شو هن الابيضان؟ الملح والسكر. الملح والسكر صحيح، جوابك صحيح. تفضل. شكرا. الله يكرمك. الله يا عمي. الله تحياتي. يلا خلالاتك والله حلوين ترى. ها منين حضرتك عمي؟ انا من كفر تخارين. يا اهلا وسهلا. ايش عم تسوي بمعرض مصري؟ ساكن كفر اليحمول. ساكن ايش عم تسوي بسوق معرض مصري؟ والله عم ضيع وقت بما هي. عم تضيع وقت. في شيء طبخه عندك عمي بتحبها هيك مفضله عندك هالايام؟ والله بحب السمبوسك. وال السمبوسك. ايوه. ايش مكوناتها الرئيسيه؟ لحمه وبصل و... وعجين. عجين. ايوه. انتم بتعملوها بس باللحمه ولا ما عندكم بالجبنه؟ لا والله ما بيعملوها بالجبنه، بس باللحمه. أيوة. عندنا بمناطقنا بيحطوا لها كمان شويه جبنه. ايه. السؤال يا عمي، ما اسم عاصمه العراق؟ عاصمه العراق؟ نعم. بغداد. بغداد جواب صحيح. اهلا. هذا العلو. هذا العلو. تفضل. السؤال الاول، بيض الديك اكبر ولا بيض الدجاجه؟ لا بيض الدجاجه اكبر من بيض الديك. ايه. متاكد من جوابك؟ متاكد من جوابي. لك بيضه الديك؟ لا بيضه الدجاجه، لاني مصلحتي اللي سالتني فيها. ايش هي مصلحتك؟ الفرد مربي دجاج بياض. مربي. وليش الديك له بيضه مثلا؟ بيبيض بيضه مثلا يعني؟ ما له بالاساس، لاني اذا بدي اقول لك الديك بده ينضحك علي. ايوه. هو لازم الجواب ما له بيضه يعني. ما له. عم اقول لك اصلي. يلا ايش طابخين اليوم؟ ايش طابخين اليوم؟ عندنا منباري فروج. لا والله عنا منباري طبخ حويش، لأني بهالوقت ما حويش. صحتين وهالبق. السؤال بيقول، ما شيء الذي له أربع أرجل ولا يمشي؟ ولا يمشي. عندك الطاولة إلى أربع أجرين ما بتمشي ثابتة. الجواب صحيح. أهلا وسهلا. تفضل بحت معنا. عزيز على الماشي. ايه على الماشي. سألني لعيونك. يا عمي منين حضرتك؟ انا من اريحة نازحوني. يا اهلا وسهلا. أيوة. تشرب سوس ولا تمر هندي؟ بشرب سوس او تمر هندي او شراب بالبيت عصير او كذا بعد الافطار، يعني رمضان كريم ما شو الله بيقدر عليه، بده يشرب بده ياكل من جميع صحتين وهنا يا عمي. عالبك. صلاة تختص بها شهر رمضان، يعني هي بتصير بس برمضان؟ برمضان كلياتها. عنا صلاة اللي منصليها صلاة شو اسمها، اللهم صل على روح الرسول. لا إله. من جميع صلاة الفجر، صلاة العصر، صلاة الظهر. لا صلاة منصليها بس كلها. بس في رمضان. برمضان. ايه. التراويح. الجواب صحيح. اهلا وسهلا معنا يا عم. تفضل. ربحت معنا يا عمي. الله يسلمك. الله يكرمك. شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. شو الوضع؟ تمام. كيف الحال؟ الحمد لله. ما حضرتك؟ حلفايا. يا اهلا وسهلا. شو مشروبك المفضل اول شيء برمضان؟ مشروبي المفضل والله القهوه حقيقه. ما قهوه؟ لا سوس ولا تمر هندي. الغ جلاب. المرحله الثانيه جلاب. جلاب. وانت يا اموره بتشربي جلاب؟ تمر هندي بتشربي؟ بتشرب كانه مو معودينها. لا والله. السؤال بيقول، ما هي السوره التي ما فيها بسمله، يعني ما تبلش بالبسمله؟ التوبه. التوبه. الجواب صحيح. اهلا وسهلا. تفضل. جزيك خير يا رب. الله يزيد فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مين سلامي؟ طمنا عليك. اهلا وسهلا. شو الاجواء معك؟ والله بخير بفضل من الله. ايه الحمد لله رب العالمين. هيك ايش بتحكي لنا برمضان، بهذا الرمضان؟ شايفينك صافن هيك، بايش صافن؟ والله من اين ناحية يعني؟ لا انت هيك الماديه ولا المعنويه؟ صافن. بايش صافن؟ ايش هيك همك بهذا الوقت؟ والله الحمد لله ما في شيء، صيامه كويس ووضع الحمد لله رب العالمين. شلون الشغل طيب؟ ضعيف. ضعيف. ضعيف جدا. يلا لعل وعسى انه هلا بدايات رمضان. عم نتامل العيد ان شاء الله. ان شاء الله، نسال الله التيسير يا رب. عمي شو مشروبك المفضل برمضان؟ والله سوس. السوس. اي والله. على قولت هذا فاتح معك عرق السوس. اي والله بس 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 المشكله يوجع الراس. عم يرفع الضغط. اي والله.
يعني بتنصح فيه ولا ما بتنصح؟ خفيف. على الخفيف. على الخفيف. طيب يا عمي، السؤال بيقول في أي سنة صار فتح مكة؟ في أي سنة هجرية صار فتح مكة؟ العشرة. عشرة، ثمانية، ستة. اختار. ثمانية معناتها. متأكد؟ إن شاء الله. إن شاء الله، جواب صحيح. أهلا وسهلا فيك يا عمي. تربح معنا جائزة مقدمة من كرياتيف. الله يجرب كل خاطره يا رب. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. هلا إيش قصة هي إنه بيفتح عرق السوس؟ حطوا شيء انتوا بالسوس هيك شغل. لا بس حركوا هيك قلبه هيك بصير كله رغوي ما رغوي وهلا لحاله بحرك عند محبينه. ايوه نعم. انت بتشرب، انت شو مشروبك المفضل؟ والله تمر. التمر. ما تشرب سوس يعني؟ بشرب سوس بس خفيف، بكتب شيء التمر يعني عندي. عندك افضل شيء التمر. نعم. السؤال بيقول ما هي المرأة التي سميت صورة من القرآن على اسمها؟ كوثر. عندنا حدا بيسمي اسم كوثر؟ ايه بيسموا كثير كوثر. لا بس انا بدي اسم امرأة. مريم. 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 الجواب صحيح. صح. يا اهلا وسهلا، تربح معنا جائزة مقدمة من كرياتيف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. لا بس قبل ما نخلص، ايش قصة اللباس هذا؟ اقول لك لباس التمر الهندي والجلاب. لباس مخصص يعني له. لباس مخصص. إيه. بس انا الشروال ما لابس. بدي اقول لك الشروال. لا امبارح كان هوا مطر ما لبسته فيه ما يعني. بردان؟ لا. ولا لانه انت امبارح؟ لا امبارح لانه رفقت. ايوه يلا تحياتي. يا اهلا وسهلا. اليوم بدك توقع معنا ولا ما راح توقع معنا؟ ما بعرف نشوف. طيب مين اللي بيختار الطبخة بالبيت؟ انت ولا المرأة؟ والله طرفين. في حريه. في حريه لك. طيب شو مشروبك المفضل برمضان؟ مشروبك؟ ايه تمر. التمر والسوس؟ سوس لا ما احبه يا زلمه. وهيك لا في عرق سوس بيفتح خص نص هيك بالجسم؟ ما بعرف، ما عم يفتح معك يعني. مسطح. طيب السؤال بيقول هو شيء جواته اصفر وبراته ابيض؟ جواته اصفر وبراته ابيض. جواته اصفر. بدك له التفكير هيك هل قدنه مدعبل صغير مو كبير؟ تفاح. لا يا زلمه جواده اصفر براده. نحدث شلون خاي؟ على راسي. الله يحفظك. معرف مصري. شو عم تشتغل؟ بالعتيله. والله كانه هلا مصروف. هلا خلصنا الحمد لله على السلامه. رايح تسوى؟ رايح تشتري شيء؟ رايحين بنشتري. ايه ايش بالعاده هلا تشتري قبل الافطار انت؟ هلا بدنا ناخذ بريوش السماسه وشغله ساعه ليرجع لعنده. بريوش؟ ايه كعك صمون صغير. حلو. شو مشروبك المفضل برمضان؟ ميت الحلوة والشاي. ميت الحلوة والشاي. لا سوس ولا تمر هندي؟ ما في. ما نقص طاعة عمي. طيب سؤال، مين فضل اللي بيختار الطبخة في البيت؟ أنت ولا المرأة؟ نفس الشيء، اثنيناتنا. في حرية تامة. ايه. يعني ولا مرة هيك في؟ لا 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 لا. طيب أبداً. في عندك طبخة مفضلة هيك بتحبها هيك بشهر رمضان؟ فريكة ولبنية. حلو، طيبة، أكلة محترمة. طيب السؤال عندي. تفضل. هو سؤال الجائزة. قال ما هو الشيء الذي يأكل ولا يشبع؟ النار. النار. لا ما شاء الله اخونا جوابه عرس لسانه. تفضل تربح معنا جائزه مقدمه من كرياتيف. شلون خاي؟ اهلا. شلون امورك؟ الحمد لله تمام. مين حضرتك؟ خان شيخون. يا اهلا وسهلا فيك. شو عم تصير حضرتك هلا؟ شلون الاجواء شايفتي بالافطار؟ كويسه الحمد لله. ايش مشروبك المفضل برمضان؟ التمر الهندي اكيد. التمر الهندي اكيد كمان. أكيد. متاكد منه؟ ايش بتقول لجماعه السوس انت؟ والله من جهه ما بحبه بس ما بعرف يعني ما بلاقي له طعم. الجسم خاص نص هيك سوس والله. في في عالم بس انا بلاقي مو طيب. بتلاقيه مو طيب. طيب السؤال الجائزه بيقول ما هي معجزه سيدنا صالح؟ الناقه. ما شاء الله جواب صحيح سهل معنا. جائزه مقدمه من كرياتيف. الله يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. وين حضرتك عمي؟ نو معرض مصريين. السؤال بيقول ما هو اطول حيوان في الارض؟ طبعا حيوان هيك رقبته طويله غير بشر الاسد. غزاله. لا طول بالك. هاي زرافة يعني. أربحت عيجات الجمهور. يا أهلا وسهلا. تفضل. الله يبارك. تحياتي يا عمي. يا رب. الله يسعدكم. الله يسلمك يا رب. تفضل. ولهون بيكون انتهت حلقتنا اليوم. نتمنى أنه يكون نالت إعجابكم. لا تنسوا تابعونا وحطوا إعجاب واشتراك وتعليق وحطوا لنا سؤال نسأله للناس بالمرات الجاية. حولنا على الجمهور. الجمهور تبعنا كبير الحمد لله. يا زلمة البيضة. يا اسمع. انت شلونك؟ محمد. اسمك صابر هذيك الصابرين؟ زعلان؟ ما نضيع شيء. الله يسركم. تمام.